دازت عاديه، ظروف مزيانه. وبالنسبه هنا للتصويت ديال اقاله الرئيس، هنا راه عندي طعن، لانه الطلب اللي محطوط قبل الاجل القانوني اللي هي المده خصها تكون مستوفيه 5 سنين. وملي درجنا النقطه راه عطيتهم انا وجهه نظري، قلت لهم راه راسك الوالي، وكنتسناو الجواب ديال السيد الوالي. هما ما تقبلوش، قال لك حنا بغينا ندوزو التصويت. قلت لهم هذاك الشيء تيخصم مجلس الشرطه، وهذاك تاخذوا القرار اللي يعجبكم وصافي. هما راه دوزوا التصويت، وحنا بقينا 5 متشبتين بالراي ديالنا بانه كنتسناو السيد الجواب ديال السيد الوالي. الجواب ديال المراسله اللي صيفط السيد الوالي على حساب الطعن ديال هاد الطلب هذا. حتى الا كانت الجواب ديال السيد الوالي سلبي، شنو هما الاجراءات اللي غادي تتخذوا نتوما كرئيس؟ سلبي يعني رفض لكم الطلب ديالنا. اجراءات باينه، القانون كله واضح، الحكام كل شيء القانون واضح. غادي نمشي للدوسي للمحكمه، وحنا راه في المحكمه، وحنا غادي التوجهات ديال سيدنا، واش المسائل باينه. شحال واحد هما؟ والمجموع ديالهم هما 22، وحنا 5 من اصل 27. شفنا وقفه احتجاجيه من بعض المناصرين ديالكم، كانت على برا، كانت غادي تطور الى ما لا يحمد عقبه. ما كتشوفوش بان هادشي غادي ياثر عليكم نتوما؟ راه المساله هادي ما عندي انا فيها حتى مدخل. هذا داك المواطن وجهه نظره، هذاك وجهه نظره هو تعبر على داكشي اللي عنده، تعبر عليه. لكن مستحيل انا هادشي ما عندي حتى مدخل. انت اجلتوا الدوره؟ اجلناها نهار الثلاث، كانت غادي يكون 9 أكتوبر، شنا ثلاثة، باش نديرو برمجات إن شاء الله. علاش؟ برمجات خطيرة، علاش؟ شنو داك السبب؟ هادو المعارضين اللي يطلبوا هاد التسجيل هذا. السيد الرئيس، ما كاينينش توافقات في المستقبل؟ هو بصراحة هو كلشي باين بصراحة، كلشي واضح. واش ما غاديش تقعدوا مع هاد الناس أطاب؟ شوف، أنا اللي بيقعد معايا أطاب على أساس مصلحة، صافي. من غير هاد الشي راه ما نشدش معاه شي تاب. شكرا سيد الرئيس.